تعد مبادرة مناظرة من أفضل الوسائل لتمكين جيل الشباب من التعبير عن آرائهم وبطريقة مفتوحة ومتاحة للجميع. يمكن للمشاركين في مبادرة مناظرة تحميل الفيديوهات الخاصة بهم مباشرة على موقعنا مناظرة.com. يجب ألا تتجاوز مدة الفيديو 99 ثانية. يتم جمع الفيديوهات من الشباب في جميع أنحاء المنطقة من خلال ورشات تدريبية، وبذلك يتيح الموقع للمشاركين التصويت على مقاطع الفيديو التي يعتقدون أنها الأفضل وتعكس رأيهم. الفيديوهات التي تحصل على أعلى تصنيف تؤهل أصحابها للمشاركة في النقاش المباشر الحي لايف شو. الفائزون في مسابقة مناظرة يتلقون تدريباً شاملاً لمدة يومين مع قادة رأي ذوي صيت في العالم العربي. تسعى هذه الحلقات التكوينية لمنح فرص متكافئة للمتسابقين من حيث الوقت والتدريب. وتعد مسابقة مناظرة DDX تكميلية، لأنها تفتح المجال واسعاً أمام المواهب الصاعدة لطرح أفكار إبداعية جديدة. يمكن الانضمام إلى هذه التجربة الفريدة من نوعها عبر تحميل أشرطة فيديو والتصويت لها عبر الإنترنت. تنظم تدريبات DDX لمدة 3 أيام، يستعد من خلالها المترشحون من مسابقة مناظرة للبث الحي ومسابقة DDX للمشاركة في العرض المباشر. هكذا تسعى مبادرة مناظرة لسماع جميع الأصوات الحرة والتعرف على مبدعين من شأنهم تغيير الأنماط الثقافية أو السياسية السائدة في دولهم. مبادرة مناظرة فرصة لسماع جميع أصوات الشباب وإشراكه في ارتقاء ونهوض المجتمع المدني بمختلف اتجاهاته وتوجهاته.